ايه رايك في اداء ميتشو الفتره اللي فاتت مع الزمالك وشايفه يكمل ولا لا؟ لا ميتشو انا شايفه ضعيف، هما بصراحه الزمالك خسر جروس، لو كان صبر عليه كان حقق معاهم بطولات، لكن هما استعجلوا في قرار قلق جروس. ميتشو بتاع الزمالك مدرب الزمالك، حضرتك راجل جيد ومحترم وراجل هيجيب نتيجه مع الزمالك، وجاب حضرتك الكاس، فاهمني ازاي؟ ضعيف ما عندوش حلول في الملعب، كسب مباراه السوبر مع قدام بيراميدز ما اعرفش ازاي. مدرب ما ينفعش ببطله شويه يغير، يعني مصطفى محمد حرام ان هو يقعد على الدكه، لعيب فوره، لو كان لعبه في ماتش الاهلي الاخير كان فرق معاه، لكن هو ما لعبوش غير في الاخر. ميتشو مدرب كبير ومدرب محترم، وفي نفس الوقت برضك هو مدرب زمالك يعني فرقه كبيره، بس هي الفكره برضك ان هو لسه ما تعرفش على اللعيبه كويس، يعني في برضك من ضمن النطشه بينزل بيلعب بتشكيل مختلف خالص عن اللي احنا متوقعين بيه، ومعاه لعيبه يعني المفروض برضك ان هم يساعدوه على ان هو يعمل اي حاجه. لا ده وحش جدا، مش هيكمل يعني. المستوى كان كويس في ماتش بيراميدز وبعد كده الاداء قل يعني بعد كده. ما عندوش اي خبره ولا يفقه حاجه عن الكوره، عمله بس بالو في الاول خالص كده ان هو مدرب عالمي، وهو اكتشفوه بعد 5-6 ماتشات. لسه قدامه فتره كبيره عقبال ما يتاسس مع الفريق والمعسكر المغلق اللي موجود دلوقتي، هيقدر يعمل بقى حاجات كتيره. هو كان في اول الموسم كان ماشي حلو وبتاع، بس جت فتره كده مجموعه الفرقه كلها وقعت، ممكن بعد وتوقيف الدوري وكده يرجع بمستوى حلو. مدرب ضعيف جدا، مش مسيطر على الفرقه، ما عندوش تكتيك، ما عندوش حلول في الملعب، ده الحقيقه يعني.